السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من فولتا. النهارده هنلعب يعني بطريقتين مختلفين شويه، هنلعب الخمسه قدام خمسه وهنلعب الثلاثه قدام ثلاثه اللي هي من غير جول كيبر. فهنبدا الاول بالخمسه قدام خمسه، ويا رب ان شاء الله نعمل ماتش كويس، نخرج شويه من ضغط الكارير مود وكاس العالم والضغط الماتشات الصعب ده. قبل ما ندخل على الماتش، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك القناه وشير الفيديو مع اصحابك عشان ننزل محتوى بشكل يومي ان شاء الله ونكبر في الشانل كده. يلا بينا على الماتش. يلا يا رجالة، الملعب ده جديد حلو والله، مش وحش. حلوة ميسي، حلوة ميسي، وحشة ميسي. امسك، هنلعب يا سلام على المهارة العالية بصراحة منك يا بندر. هنلعب ماتش هنا وماتش هناك عشان ما نطولش عليكم في الجيم بلاي. هو مين في حد بيتكلم عربي؟ يا نهار ابيض، كنت لسه هقول اوف سايد والله. فين حكيمي؟ ده انا قلت انزل حكيمي في الدفاع يمكن ينفع في الهجوم شويه. حلوه كانتي، حلوه صلاح. يا راجل حطها جون بقى، انا حتى اتعصب في اللعبه دي، انا مش اتعصب خالص في اللعبه دي بصراحه. هو انتوا عرب ولا برازيل ولا بتتكلموا ايه بالظبط؟ انا حاسس ان دي ايه يا عم نوير، في ايه؟ حاسس ان دي البرازيل، حاسس ان دي البرازيل يعني. مش باشا صراحه قوي، هو ما مال نوير في النهارده في ايه؟ يلا كنتي، لا صعب صعب. يا الواد حكيمي حلو. هو انا في حاجة، هو شاطها في العرض ولا جت فين دي؟ انا مش فاهم. ايه يا صلاح في ايه؟ اقفل يلا يا حكيمي، خلص بقى يا حكيمي بقى. هو ليه حكيمي لسه يعني؟ هي ليه غلط في التشكيل يعني؟ يعني انا حاطط حكيمي في الهجوم وفي الدفاع قصدي، اضغط عليه خد لسه يجيب جون. يلا اجري يا صلاح، مين جاي بقى هنا بسرعة؟ امسك يا نوير، تحس برود نوير بيلعب بغير مزاج كده، مش رايق زي فاندر سار كده. يا كانتي في ايه؟ شوت التايم خلص. يلا يا رجاله، بص الناس بتتفرج من البلكونه يا جماعه. ارجع يا حكيم، ارجع يا حكيم شطور. حلوه يا ميسي، اتحرك يا ميسي في ايه؟ يا راجل بقى نفسي مرة اخد كورة احس ان هجيبها جون بسهولة. هي كل لعبة بتعصب كده؟ ايه ايه يا صلاح، حط في نفسك. حلو، يلا صلاح، حاسك هتعملها النهارده صراحة، مش عارف ليه.
الواد كانتي مش مركز. ده هنربطها في الحيطة بقى وشغل حواري البرازيل ده. لا اجون حلو يا نور والله. حلو يا كانتي. كان في ايه يا مين جاي؟ يا صلاح فين يا صلاح؟ لا الواد فان ديسار رايق. يلا ميسي يا جدعان. مش كده يا جدعان بقى. ألان شيرر جاب جون. اعمل حاجة يا حكيمي. والله حلو يا حكيمي. او الواد حكيمي الوحيد اللي بيحاول. يا ساتر. بص واد فان ديسار حتى دي يا صلاح. طيب خلص. طيب يا شباب هنلعب دلوقتي 3 ب3. انا تشكيلتي هتبقى بالمنظر ده كده. هيبقى زيدان ورونالديني وروني. يلا بينا على الماتش. يلا يا شباب عايزين نعمل كده. ايه يا رونالدينيو في ايه؟ انت اتجننت يا ابني في ايه؟ سهلة. جول فاضي سهلة. حلوة زيزو. امسك كورتك. يلا. اقفل يا رونالدينيو الجون ورا. ايه يا رونالدينيو الجون بقول لك؟ حلوة يا زيزو قوي. واحدة بواحدة. روني انت جزار. بص اطحن فيهم. استنى زدان هيديك واحدة حلوة اهي. الله يا رونالدينيو. الناس جت تتمتع. حلو يا رونالدينيو قوي. الله يا رونالدينيو بجد. لعيب لعيب. ما تخلص يا رونالدينيو في ايه؟ حط جون بقى. يا سلام على اللعيب. الله يا ابني والله. لا شكلها سالكه. اقفل اقفل يا زيدان. حلو يا زيزو قوي. يا زيزو ماشي. لسه بدري لسه بدري. الواد رونالدينيو مقطعهم. يا الكرة مبتدأة. بص بتبقى جون دي بره دي. حلو يا زيزو قوي. ايه
يا رونالدينيو حرام عليك. مين جاي؟ طب خد خد انت. يلا بقى رونالدينيو بقى. ايه ده تايم؟ حسب ايه؟ يا راجل اقفل الدفاع. يعني هما بيموتوا نفسهم على الكوره. هو اللعب عليها يا رجاله بس عشان نبقى فاهمين بس الدنيا ماشيه ازاي. اوعى الجون فاضي. خش يا روني بقى دبح فيهم كده يا روني. يا عم روني بقى بلوم معلش هتجيب لنا جون معلش ليه يا عم روني؟ يعني يلا يا شباب الواد زيدان خلاص لو بيفكر في خير فالموضوع انتهى خلاص. هاند بول دي ولا ايه؟ حلو يا زيزو بس زنقه صلاح في حته. يلا يعني مين جاي تاني؟ ارجع بسرعة. يلا يا رونالدينيو ما توقع عايز انت ما تصد الكرة اليوم. ما انت كنت بتجري يا ابني يا زيدان. انت كبرت وخرفت بقى. ايه في الفوق؟ مش عايزه تيجي مش عايزه تيجي. ما هو روني سايب الجون وطالع بره عند بقى. الواد روني غلطت اني جبته بصراحه مش قد كده يعني. حلو يا روني ده رونالدينيو. افرح بقى وهتفرح اكتر لما تعرف ان اللعبه على الشيل. او دخل فينا السبع يا عم. متع الجمهور بقى طالما مش عارف تكسب متع الجمهور. الله على الجون ده. الجون ده بصراحه باتنين جون حلو بصراحه. طب صد كوره وزدان برضو تقيل قوي. يا احسن واحد رونالدينيو بعد كده العب بيه على فكره. حلوه يا رب. حلوه بقى يا رونالدينيو والله شكلها فيها كامباك. يلا يا رجاله هو احسن واحد في الفرقه كلها. شفت لما قلت لك لعب على اللي شفت سكت ازاي؟ اقفل يلا. فيها؟ فيها والله. الله يا رونالدينيو. فيها والله العظيم ثلاثة.
يا باشا اسمع سيبت الفلوس العيال تتجنن. اقفل. ايه يا عم فيها ايه؟ فاول فاول يا حكم. يلا لا زيدان انا مش هلعب تاني زيدان تاني بعد كده خالص ولا روني حتى. عاش يا رجاله. طيب يا شباب كده حلقتنا خلصت النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك. اشوفكم على خير. سلام عليكم.